السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابراهيموفيتش ما تكلمتوش بالليلي، صرتوا ابطال وتتكلموا. خلي ساق واحده تساوي كل اللاعبين القطريين. رجعوا يقول لك انه يوسف البلايلي لاعب سيء والأسوأ في تاريخ النادي، اي واحد مسيرته انتهت يذهب يكملها في قطر من اجل هالاموال يا صديق. ما تنساوش تروحوا لاخر الفيديو باش تعرفوا معنا شكون هو لاعب اليوم في صورة اليوم. موضوع الاول راح نبداو به ونتكلموا عليه في هذا الفيديو، كما راكم تشوفوا معنا اللاعب السابق قطري يتهجم على اللاعب الجزائري يوسف البلايلي حسب الوطن القطرية. وتصريح اللاعب قال ان يوسف البلايلي اسوأ لاعب في تاريخ قطر. نحب نسأل هذا اللاعب والصحافة القطرية، هل قطر لديها تاريخ في كرة القدم او لديكم تاريخ من اصله؟ لا اعلم يا صديقي العزيز، على ما اظن لازم تراجعوا نفسكم باش يكون عندكم واحد لاعب اسمه يوسف البلايلي. لازم عليك تجمع كل اللاعبين القطريين تحطهم في كاس واحد وتخلطهم مليح 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 مليح، وزدت تدعي دعاء لربي سبحانه بالك يستجاب لك باش ربي يعطيك واحد كيما يوسف البلايلي. يوسف البلايلي ساق واحده تساوي كل اللاعبين القطريين. ونزيدك واحده، اعطيني لاعب جنسيته قطريه 100% يلعب في المنتخب القطري. الكلهم ليسوا قطريين ومجنسين. كما تشاهدوا معنا هذا المقال من جريدة الوطن القطرية، تعليقات على رحلة الجزائري يوسف بالليلي. قال اللاعب القطراوي السابق: لا أختلف على إمكانيات بالليلي الفنية، فهو لاعب مهاري وهداف، ولكن بصراحة يوسف بالليلي يعتبر أسوأ لاعب مر في تاريخ الفريق خلال الفترة الأخيرة، لأنه لاعب غير متعاون مع زملائه في الملعب، لاعب أناني يركز على اللعب الشخصي أكثر من الجماعي، بين الجانب أن لديه الكثير من المشاكل التي تؤكد أنه لاعب لا يحسن التعامل الاحترافي داخل وخارج الملعب، لذلك يعتبر نموذج سيء للاعب الجيد فنياً. كما قريتوا معنا وسمعتوا تصريح اللاعب السابق القطري اللي فيه العديد من التناقضات، هذا الكلام وفيه كلام صراحة مدهون بالعسل وفيه السم وما تفهمش كيفاش راهو يصرح تناقضات كبيرة جدا. في أول شيء يتكلم قال لك لا أختلف على إمكانيات يوسف البلايلي أنه لاعب رائع ولاعب مهاري، اوكي هنا رانا ملاح. من بعد يرجع ويقول لك أنه يوسف البلايلي لاعب سيء والأسوأ في تاريخ النادي. واو، هذا الأمر تناقضات كبيرة جدا. بالنسبة ليوسف البلايلي أنا كنت شفته كان يلعب في نادي القطر القطري وتفرجت عليه وشاهدته هو يلعب معهم، وكان اللاعب الوحيد الذي يقدم أداء جيد في أرضية الميدان، هو كان دائما اللي يربحهم ويجيب لهم الفوز والانتصار. عبارة عن يوسف البلايلي كان يلعب يعني لاعب معه 11 خشبة وليس لاعب، مجرد أشجار واقفين فقط لا أكثر ولا أقل. كان يوسف البلايلي يعتمد على روحه أنه باش يلعب بطريقة فردية أو كما قال هو أنه يكون لاعب أناني من أجل أنه باش يساهم في فوز الفريق، لأنه ما كانش لاعبين آخرين اللي معاه في نفس المستوى تاعه ولا قراب ليه في المستوى باش يلعبوه كرة جميلة أو باش يعطوه تمريرات جيدة أو مهاجم جيد باش يوسف البلايلي يعطيه تمريرات ويسجل أهداف اي شيء صراحة. هذه التصريحات لم يصرحوا بها القطريين من قبل وما تكلموش على يوسف البلايلي بهذه الطريقة، وقتاش تكلموا بها وظهرت لهم باش يتكلموا بهذه الطريقة انه يوسف البلايلي صار لاعب سيء والاسوء في التاريخ. عندما تكلم يوسف البلايلي وسأله صحافي قال له هل اشتقت العودة الى هذا النادي والى قطر؟ قال له يوسف البلايلي لا، توحشت دراهمهم. بالليلي هنا نقدر نقوله كان يمزح، كان يمازحهم، كان يضحك، حتى وانها كانت حقيقه. القطريين علاش ما زعلوش من ابراهيموفيتش كي قال كلام اكثر من هذه الامور كي كان يلعب في باريس سان جيرمان وتكلم على القطريين بطريقه سيئه جدا اكثر من اللي تكلم عليها بالليلي. بالليلي بل هو مزح فقط، ما لم يسيء الى القطريين، بل ابراهيموفيتش اساء للقطريين، ولكن القطريين ما تكلموش. لماذا؟ لانه اجنبي، احنا المسلمين او العرب غير في بعضنا فقط، اوكي ابطال اساطير، ولكن مع الاجانب كالخرفان وما يتكلموش ويخافوا انهم باش يتكلموا.
ابراهيموفيتش ما تكلمتوش، بالليلي صرتوا ابطال وتتكلموا، خليكم خرفان زي ما انتم احسن شيء صراحه. بالنسبه ليوسف البليلي فهو لاعب جيد، لاعب رائع ما شاء الله عليه، صحيح انه في السابق كانت عنده مشاكل، وكانت عنده مشاكل خارج الميدان ودخل الميدان، لانه كان لاعب مازال صغير في السن، لعب انسان او لاعب او اي انسان ما تقدرش تحاسبه على ماضيه، حاسبه على حاضره، حاسبه على المستوى اللي قدمه عندك في قطر. في قطر يوسف البليلي لم يرتكب اي مشكل سوى مع اللاعبين داخل الملعب او خارج الملعب، بالعكس كان لاعب محبوب وكل الناس تشكره والجماهير القطريه كانوا يحبوه، وعندما سمعوا يوسف البليلي راح يرحل على النادي كانوا يصرون ويضغطوا على الإدارة من أجل أنها باش تجدد أو تضخم من راتب يوسف البليلي من أجل البقاء في قطر، ولكن يوسف البليلي فضل الاحتراف أنه يلعب في مستوى عالي أحسن شيء من الأموال، لأنه لو كان يبقى في قطر راح يتقاضى راتب كبير، أموال كبيرة، ولكن كرة القدم غير موجودة في قطر في المستوى العالي. موجودة كرة قدم ولكن كرة قدم للهواة، يعني كرة قدم للمعتزلين وللمنتهيين في قطر، أي واحد مسيرته انتهت يذهب يكملها في قطر من أجل الأموال يا صديقي. المهم خوتي وصلنا نهاية الفيديو، شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، وكل عادة هذه صورة الفيديو السابق، الناس أخوتنا أخونا هنا وعرف الفيديو هو عمر بطروني اللاعب السابق للمنتخب الوطني واللاعب السابق لمولودية الجزائر، لاعب غني عن التعريف ولاعب كبير صراحة. أيضا لاعب تاع اليوم إن شاء الله تعرفوه تتعرفوا عليه تكتبوا اسمه في التعليق هو هذا اللاعب، يا ترى عرفتوه تعرفتوا عليه ولا مازال؟ الناس اللي عرفوه اكتبوا اسمه في التعليق، كل الحب والاحترام للجميع، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، كل الحب والاحترام وتحية الجزائر في كل الأحوال. Yeah.